مالوغوزمون ولا اوغوزمون ما نعرفش بوغ لي ستار الفنانين الممثلين ديما لا في بريفي اكسبوزي اكثر من لي ريزو سوسيو والانستغرام والفيسبوك يذولي ما عادش اليوم لي ميديا هما اللي يدخلوا في اعماق لا في بريفي كون ريسبكت مي فما حاجات موجودين متداولين عند الناس الكل في لي ريزو سوسيو وفيهم معناتها تقال برشا كلام بالطبيعه نحكي على عزة سليماني والبوليميك اللي صارت والستوري اللي هبطوا اتسيتيرا في جمله باش ما نقفوش برشا على الموضوع سمعتك في انترفونسيون في راديو بهتني بون بهتني بيتيتر بلي بيتيتر حاجه بيا قلت انا ما قلقنيش انه يجمعني عمل بعزة سليماني ومثل معها en tant que professionnelle je ne peux dire que ça à la حقيقه ليندا معناها كي يجيك دور باش تمثل فاس فاس سالوني انا لي جاني جي تو سالوني وقلت لهم ما عندي حتى مشكله سالوك ما عندها مخرج اسكو مخرج غير ذكر الاسامي مخرج و صار مش اسمع فيها وقال لي سا تو ديرانج داشنا قال لي كي قلت له بيان نو بيان سور كو نو سا مي ديرانج با جو في لا بار دي شوز يعني كل حاجه بلاصتها خدمه يعني بيان او كونترير سا بو ات ان تشالنج دونك قال لي اه ج ماتوندي كو انت باش تقول لي وهي باش تقول اي اي صار العكس يا اخي ما اي صار العكس نعرفش الحقيقة جو سي با ما تمش يعني البروجي دونك جو نبو با سافوار إذا كان صارت موافقة وإلا لا مي باش نرجع لك على قلت احنا ما عادش عندنا يعني الفي بريفي ما عادش انتوما تدخلوا فيها تجيكم منشورة لي احنا عندنا اون في بريفي مي العباد فما عباد تنشروا فما لي باج ودرا شنو ينشروا حاجات كذابة حاجات هي ما فماش دي ستوري هبطوا معناها بصوت وصورة من عند لي كونسيرني معناها تونيكس طريقك وهي عزة وانت بعد كي تروحك شنو هما اي فوالا هبطوا حاجه انا نقول فيها شو عزيزتي انا هالحكايه هذه ما حبيتش نحكي عليها جمله على خاطر حاجه ما درشنا ما نعملولهمش مغارف دونك سي ترو يعني انا الحكايه هذه قلقتني في حياتي الشخصيه في عائلتي في خدمتي الناس كل واقفه كيفاش ما تشكيش بيهم على الثلب وعلى درشنا تعبت يزيني من المحاكم ويزيني ما عملوا فيا الناس هذوما ما حبوش يسيبوني الناس هذوما قلقوا قاموا يعملوا في ستوريات وفي اللايف ما غير حد شيء انت ريت حاجه انا عملتها توا فشفت حاجه توا صارت يجبدوا على حكايه عندهم ثلاث سنين سامحوني وسامحوني يحكيوا على كواليس صحيح غلط سامحوني زاد في لي ميديا ساعات كي يصير يقعدوا يكرروا في حاجات قديمه عندها ثلاث سنين يفو غامني دلا لا بون دلا نوفيل ماتير اوسي سامحني يعني جيب جديد تو سامبلومون وسامحوني اللي عطيو فيهم في كار وقدر الناس هذوما وين الشيء وينهم هكيك نهار كفوفه صارت تقلقت مانيش نكذب تقلقت انا انسانه كالناس الكل جو سوي هومان تقلقت تليفونات قلقوا مون فيتور ماري امي مازالت كي خرجت من الكلينيك مراكبه ديستانت وكل شيء تقلقت كلام اتهامات كبار انا نحل الموسيقى هي عليها دمعت عليها هكا اسم الله عليك اسم الله عليك ليه خاطر انت قاعده تحكي معناتها الحكايه تتافكتي الناس هذوما ما عندها ما تعمل في حياتهم وينهم السيد اللي يعمل في الاتهامات وفي الدنيا هذا هارب من البلاد معناتها تحب دي بروف انت الكلام الكل ما فيش دي بروف شي والله ما فما حد شيء ما فما حد شيء مازلت كي باش نبدا في المسلسل ورمضان على ابواب وما لقاو بداو اسمع اسمع يا كو لي كون كي نو بوف با كومبروند سكي سباس راه سامحني يا كو لي زامبيسيل جو جو ماشي نو بور بيرتوربي بور دو سي كلير يعني يا ما تي كامل صورت وقتها نصور شنو ولا وانت وقتها تصور توا يعني سي كملت صورت وكل شيء سي بيغ بوغ بيغتوربي ولا كي تبدا عندي عمل جايين يسخايبوا كي هما يهبطوا عليا اتهامات كيف ما هكا بالباطل يسخايبوا الاعمال نتاعي باش تغيب عليا نو غيان او كونترير تبارك الله سا نو كري كو لو بوز الحمد لله يا ربي ربي يعطينا القبول ومحبه الرسول دونك جوستومون اليوم مرام tu as tourné complètement la page اليوم انا تعديت حاجه اخرى انا راهو لي زافوكا اللي كلموا فيا والعبيد اللي اتصل بيا على خاطر فما قانون توا كي كونسيرن لي باج اللي قاعدين يهبطوا وهما لي ستوري وكل شيء مسجل وكل كيفاش ما تشكيش بيهم قلت لهم انا هالمحاكم ماش نحب ندخل لهم سانسيرمون تعبت جي اون في يعني يزي ما تعبت نعاود في حياتي جوستومون انت قلت حاجه اللي انا سالتك سؤال بون ما كانش سالت قلت تو تورني لا باج ولا لي وانت قلت يا دو مينوت مون فيتور ماري دونك تو
passé à ما تتعدي حاجه اخرى très longtemps justement Léonie futur mari de madame Belaziza باش تعاود نفس الشيء انه تليكسبوز نيكول ما هي عزه هذه تجبد فيه يعني مشو شوفوا المستوى شنو هذا سمي فيه في الستوري نتاعها لوك هو ما يحبش يظهر في الصوره وخاطيه في الدومين نتاعنا وانتي يعني سميته بالاسم سميته بالاسم منين جابت اسمه منين شكون اللي هي بشكون انت وشكون يتبع في شكون هو مش معناتها متفاهم مش متقلق من الحكايه هذه الحمد لله heureusement il est très compréhensif و يجري معايا ويعرفني انا شنو زيدا ما تجيك نهارتها الفوضى والعبيد هو تعرف شنو اللي قلقني في هذا انا اقسم بالله واقسم بالله انا هذا كله ما يقلقنيش ما يقلقنيش اللي تقلق كان كي عنده حاجه خايب ولا مخبي ولا لي هو ما حد شيء ما مقلقني نعرف روحي على شنو نمشي وعلى شنو يجي وفما ربي اللي قلقني التليفونات العبيد الاصحاب يزيدوا يكبروها يزيدوا تولي تجري في هذا يعني نفهم يعني انا متقلقين عليا الناس الكل تولي ترضي في هذا وتنسى روحك فهمت دونك هذيك هو دونك فينالمون الي كومبريهنسيف مش معناتها ما اثرتش على ليستوار دامور جديده نتاعك لا 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 الحمد لله فيتور مارياج اللي باش يكون وقتاش لا ما نعرفش لا عاد ما تعطينيش تو سكوب الفيلم تحضر فيه ما غير سكوب الفيلم سي بون كيما مالي العماره هنا باش نحي لهم تليفوناتهم نخبي لهم تليفوناتهم ولوندرو سكري حتى لي زانفيتي على دورنيغ مينوت تجيهم لو ميساج